السلام عليكم الإخوان الأخوات. المرة هذه ما ندير واحد المسافة ما بين بلدة ديال تافوغلت في اتجاه بركال، وهي المسافة تقريبا هي 24 كيلومتر، فيها واحد 11 كيلومتر تقريبا على الطريق الجهوية رقم 607، والباقي على الطريق الوطنية رقم 2. الأولى شي شوية فيها هبطة مع منعرجات، ولكن طريق مزدوجة ومزيانة. وفاش كنطيحو في الطريق الوطني رقم 2 هي طريق ممتاز.
Thank you.